دكتورة تمارا، الآن يعني نجد أن هناك، أجدد الترحيب بك، ونجد أن هناك أصوات أيضا تتعالى من داخل إسرائيل، ومنها التظاهرات في الشارع الإسرائيلي الدائمة تنادي بإيقاف هذه الحرب وبضرورة حل هذه المشكلة وفقا للحلول السياسية والمبادئ السياسية والتفاوضية وما إلى ذلك. ووصل الأمر إلى أن حتى المتحدث باسم جيش الاحتلال قال منذ يومين بأننا لا نستطيع القضاء على حماس. إلى أي مدى هذه الأصوات قد تكون مؤثرة في مسألة منع الاجتياح أو الحرب الإسرائيلية في جنوب لبنان؟ بداية تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولضيفك الكريم. طالما أن نتنياهو يشعر أنه في مأزق داخلي حقيقي في عملية وصول أي إحالة مستقبلية لانتخابات قريبة أو حل هذه الحكومة، فإن نتنياهو سوف يرفض هذه الصفقة. بمعنى لن يكون هناك مؤثرات بالنسبة لنتنياهو سواء كان من الداخل الإسرائيلي أو حتى على مستوى المعارضة الإسرائيلية التي حتى هذه اللحظة ليست قوية في مجال أن تؤثر على نتنياهو بقبول هذه الصفقة. أعتقد أن نتنياهو سوف يستمر في هذه الحرب والعدوان على أرض قطاع غزة، كما تم الإشارة إليه بتصريحات يوم أمس. ولأول مرة نتنياهو يصرح في رسم اليوم التالي بالنسبة بعد انتهاء الحرب على أرض قطاع غزة، ورسمه في النقطة الأولى وهي نزع السلاح عن أيادي المقاومة الفلسطينية، بمعنى إزالة التهديد الأمني المتمثل بالسلاح المقاومة. هذا إشارة أن الحرب مستمرة. من يشير إلى هذه النقطة هذا يعني أن سحب السلاح أو عملية إغلاق مناطق الصواريخ أو الأنفاق هذا بحاجة إلى من عام إلى 3 أعوام، وقد تمتد إلى 5 أعوام كما تم الإشارة هي حسب وثيقة الأمن القومي الإسرائيلي. هذه نقطة. وأشار إلى النقطة الثانية فيما يتعلق إيجاد بديل عن حركة حماس وعن السلطة فيما يتعلق ترسيخ قوة أن تكون بديلة ولها علاقة بقوة المتعدد الجنسيات داخل إطار قطاع غزة، بالإضافة إلى تغيير المناهج، بالإضافة أن الإعمار يجب أن يكون بيد المجتمع الدولي. من يسمع لتصريحات نتنياهو وبالتحديد بن كفير وسموتريتش اليمين المتطرف، ودخل بن كفير إلى المطبخ المصغر بعد حل المجلس الحربي، هذا إشارة أن الحرب ما زالت مستمرة وقد تصل إلى حرب الاستنزاف. هذه النقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق واقع أن الربط حزب الله فيما يتعلق الحرب وقفه بالحرب على أرض قطاع غزة، هذا إشارة أن استمرارية العدوان على أرض قطاع غزة هذا يعني أن سوف يبقوا في خيارين وموقفين. الموقف الأول وهو استمرار قواعد الاشتباك كما هي الآن، يعني استمرار توسع قواعد الاشتباك التي أصبحت الآن هي صحيح منضبطة، ولكن أصبح حزب الله وإسرائيل على بعد خطأ واحد من أجل الوصول إلى نقطة الحرب الشاملة. بمعنى أن الحرب بالفعل قد تكون حتمية ضمن الخيار الآخر. الخيار الأول هي استمرار حرب الاستنزاف كما هي، ولكن إذا شعر الواقع الإسرائيلي أن المستوطنون لن يعودوا إلى أماكن سكنهم في المنطقة الشمالية، وأن حزب الله عن طريق الخيار الدبلوماسي والتفاوضي لم يبتعد عن ما بعد نهر الليطاني ب10 كيلومتر، فإن إسرائيل سوف تتعامل مع الجهة الأخرى وهو الخيار العسكري أو الخيار قوة صلبة. لكن توقعي أن هذه الحرب سوف تكون محدودة للوصول إلى التسوية أو الاتفاق كما حدث بالترسيم البحري. الترسيم البحري كان ضمن سياق البعد الخيار الدبلوماسي والسياسي والتفاوض بين المبعوث الأمريكي هوكنشتاين بالإضافة إلى حزب الله واللبنانيين، لكن الترسيم البري حتى هذه اللحظة لم يحدث، نظرا أن حزب الله حتى هذه اللحظة لا يقبل في سياق ابتعاده عن منطقة ما بعد نهر الليطاني. فبالتالي إسرائيليون الآن إما استمرارية حرب الاستنزاف التي تسمى في سياق قواعد الاشتباك التي أصبحت أعلى من قواعد الاشتباك المنضبطة، وهذا ما يؤثر على الداخل الإسرائيلي مفهوم. تحديدا في مناطق الجليل، بالإضافة إلى قد يكون الخيار الآخر بعد تفكيك بعض الألوية في أرض قطاع غزة وإيصالها إلى المنطقة الشمالية. سنعود دكتورة تمارا.